عندنا موز متجمد، فراوله متجمده، ايس كريم، بودره كاكاو خام او مسكره على حسب ما انتوا عايزين، وحبه لبن ساقع عشان الوصفه كده ايه تتلحلح كده شويه. اهو الفراوله، فراوله بالموز، حبه لبن، نص كوبايه بالظبط، هحط الايس كريم، طعمها جميل قوي دي، معلقه الكاكاو خام او مسكر، يلا بينا كله في الخلاط. بصي بقى بعمل ايه، الريحة فظيعة، احط عليها بولة ايس كريم كمان. بصوا الله، هسيب شوية بس البولة الايس كريم، هو انا استخدمت السكوب للأسف، فهحط بايه، بمعلقة، مفيش وقت اجيب سكوب.